ترجي بشرح والطريقة والتشكيل وكيفية مواجهة معين الشعباني، وهو متأخر بهدفين، وطريقة تفكيره هتبقى عاملة ازاي، ومين هيبدأ بالنسبة له. لكن اخد تليفون مهم جدا جدا، خاص طبعا بالأمور الفنية، واحد انا على المستوى الشخصي بعز جدا جدا بمعرفته وصداقته، وفي نفس الوقت تعجبني آراءه وتحليله. كابتن خالد بيوم، مساء الفل. كابتن سيد، اهلا بيك واهلا بكل السادة المشاهدين، وتحياتي ليك، وكل سنة ومحمد أبو تريكة طيب، وكل الأهلاوية طيبين يا رب إن شاء الله الرحمن دايما بإذن الله. ليه سؤال يا كابتن سيد؟ عمر اتصل بحد في زحمة المباريات دي؟ أنا ما اديش عقل لحاجة غيري خالص. أنا ما اديش عقلي لحد تاني أبدا، وبعدين أنا كده، روح كده، ربنا خلقني كده. كابتن خالد، الأهلي والترجي عنوان للمتعة والإثارة والندية، لكن في نفس الوقت طبعاً في امور فنيه كبيره جدا جدا وتفاصيل صغيره، قول لنا بقى التفاصيل. طبعا نتمنى باذن الله رب التوفيق للنادي الاهلي، بتسعى باذن الله، بننتظر النادي الاهلي في مدينه ابو ظبي. وجود النادي الاهلي باذن الله هيعمل ثراء كبير جدا جدا للبطوله كاس العالم للانديه، والاخوه الاماراتيين يعلموا هذا بالضبط، لان الاهلي عنده جماهيريه وشعبيه مش في مصر بس، في كل الوطن العربي من لم يكن في العالم كله. باعتقادي الشخصي ان دي مهمه جدا للنادي الاهلي ولكل لعيبه النادي الاهلي والاداره والجهاز الفني، وبالتالي ننتظر باذن الله النادي الاهلي في ابو ظبي. بص يا كابتن سيد، الهدوء والتركيز ده رقم واحد. عدم الانصات لما يحدث خارج الملعب ده رقم اثنين. عدم الاحتكاك بالحكم مهما كانت الامور ده رقم ثلاثه. عدم اعطاء الفرصه للدخول في امور غير كره القدم مهمة جدا في مباراة زي ديت، فيها حساسية كبيرة جدا موجودة عند الإخوة في تونس اللي هم المشجعين، وعند كمان نادي الترجي. عدم استفزاز الجماهير، ودي نقطة من النقاط المهمة والرئيسية اللي لازم يشتغلها الجهاز الفني ولاعيبة النادي الأهلي. أنا أثق جدا في الجهاز الفني، أثق في النادي الأهلي كمجموعة، أثق في لاعيبة النادي الأهلي، وإن كان في بعض اللعيبة ما وصلتش للمرحلة بتاعة المباراة النهائية والمرحلة الكبيرة اللي بيلعب فيها، ولكن في النهاية الأهلي دايما معودنا ان هو لما تيجي تراهن عليه دايما هو الحصان الكسبان. فنيا يعني اعتقد ان فرانكوم التغييره بالنسبه لنا شمس الدين الزوادي مش مؤثر كتير. صحيح. ولكن فرانكوم هو اللي مؤثر كتير جدا. بن محمود ممكن نلعب في قلب دفاع مع في قلب الدفاع مع خليل شمام. هيلعب سامح الدربالي وهيلعب الناحيه الثانيه بن محمد. يعني واحد اللعب على او علي اليعقوبي، او علي اليعقوبي، علي اليعقوبي متهيألي اقرب. اعتقد ان بن محمود كان او علي يعقوبي واحد من الاثنين، بس بن محمود كان لعب قبل ما يجي مع عين الشعباني كمدير فني، كان بيلعب كل مباريات الاساسيه، كان بيلعب مع شمس الدين الزوادي او خليل الشمال. ودي حاجات يعني ممكن تكون جزئيات بسيطه جدا، لكن فرانكوم اللي هيعوض وجهه نظري هو غلال الشعلاني اللي كان بيلعب ثالث نص الملعب في الماتش اللي فات. صحيح. وممكن ينزل بداله سعد بوجير لانه لعيب صانع لعب ويلعب كمان على الدايره، وممكن يكون له دور كبير في الثلث الاخير لانه هيلعب معين الشعباني على بدايه الثلث الاخير عشان يساعد يوسف الجلالي، واحد من اهم واخطر لعيبه النادي الترجي مع انيس البدري مع طهية سندخيس، يعني 4-2-3-1 مع كوليبالي كلاعب ارتكاز على دايره رقم سته او تلعب هو مركزه سته. الاهلي واحد، عدم اعطاء الفرصه ليوسف الجلالي وانيس البدري للتحرك وراء ايمن ومحمد هاني. اثنين، لازم نملى منطقه النص، ما بقولش يلعب بثلاث ارتكاز، ولكن في ادوار مفروضه على ميدو جابر او اسلام او وليد سليمان، لازم يكون في مساعده لحسام عاشور وعمرو السوليه، دي نقطه مهمه جدا، لازم يملى نص الملعب، وخصوصا انا الثلث الاخير اللي هو الامامي بالنسبه للترجي قوي جدا في السرعه في الاستحواذ في اللعب على العمق الدفاعي، وبالتالي لازم نملى الجزئيه ديت بشكل جيد جدا. الاستحواذ والتمرير لازم نشتغل عليه، وخصوصا في نص الملعب اذا كان عاشور او سوليه او وليد او اسلام، لازم يكون لهم دور كبير جدا في التمرير لانصات جمهور، حماس الجمهور، عشان يزهقوا فرقه الترجي، عشان يلعبوا كمان على ان هم يخليهم متسرعين اكثر من هم يكون عندهم سرعه في النقل، فدي حاجات اعتقد ان هيشتغل عليها كارترون. طيب كابتن اتفضل. يا كابتن انا عايز اقول لك بس، يمكن
معين الشعباني هو راجل عنده 37 سنة، صحيح موجود في المطبخ بقاله فترة مع سواء كان فوزي البنزرتي أو حتى خالد بن يحيى، لكن أول مرة يقود فنيا من خلال 3-4 مباريات. ويمكن التعامل في الوقت ده كابتن خالد، الخبرة بتبقى مطلوبة، هو مندفع شوية على الحكم قراراته، حتى في المباراة الأولى من كتر تركيزه مع القرارات التحكيمية ولا حاجة عمل تغييره في الدقيقة 79، وكان موجود معاه سعد بكير. أعتقد لو أي حد في مكان معين الشعباني وعايز يعني يرجع للمباراة مرة تانية ومتأخر بهدفين كان ممكن يستعين بسعد بكير، لكن ممكن يبقى له دلالة برضه في الفكر ان هو ممكن سعد بكير ما يبقاش في حساباته. فهل ممكن مع وجود او رجوع هيثم الجويني، واحد من المحطات المهمة جدا وخصوصا الجسمانية بصفاته الجسمانية، يبقى له دور في المباراة ديت يا كابتن خالد؟ هيثم يمكن مش لعيب سريع شوية، بيلعب دايما على الجناح ما بيلعبش راس حربة، وبالتالي ممكن يكون يستفيد الشوط الثاني لما بدنيا النادي الاهلي يقع شوية، فممكن نلعب هيثم تكون في الثاني، وان كان ممكن نلعب هيثم نجواني ويحط يوسف البدري تحت راس الحربه ويخلي انيس البدري على الناحيه اليمين، بس دي او العكس ممكن يخلي انيس البدري هو اللي تحت راس الحربه ويخلي البلالي مكانه والجويني يبقى ناحيه اليمين، او المجري بلال المجري، ممكن تتفق ولا صعب الامر ده؟ لا لا لا، انيس سريع كابتن سيد، بيلعب على الطرف ما بيلعبش تحت راس الحربه، ما تحددوش مكان، وبالتالي لازم يكون على اليمين، وده الشغل اللي كان بيشتغل عليه كل مدربين الترجي في الفتره اللي فاتت مع انيس البدري. سعد بوجير لاعب سريع جدا بس يلعب على الطرف ويلعب تحت راس الحرب. صحيح. هيثم الجويني بيلعب راس حربه بس ممكن يلعب على الشمال. يوسف البلالي من اللعيبه اللي بيلعبوا في الثلث الاخير بدون اي تقايد، ولكن يوسف البلالي خطورته موجوده لما بيجي من تحت يلعب من الشمال يروح مع طه ياسين خميس يلعب ورا المدافعين. انا اعتقد ان يعني معين الشعباني ممكن يفكر في سعد رقم واحد، لانه هيبقى ثالث نص ملعب يدي ايد لعيبه نص ملعب، وبالتالي لازم نحافظ على القصه دي، نحافظ عليها ازاي؟ ان يكون في حد قريب جدا من لعيبه المدافعين، قريبين من اثنين لعيبه الارتكاز بتوع النادي الاهلي، يقدروا يوقفوا الثلاثه الاماميين. ما اعتقدش انه يبدا بهيثم الجويني الا اذا كان هيغير في التكتيك بتاعه، لان ده هيفقد امور كبيره جدا، هيعمل خلل في الثالث الاخير اللي هو اساسا مكسبه او قوته او امكانياته او نجاحات الترجي الموجودين في الثلاثه الاماميين، وبالتالي مش ممكن ما يغيرش فيهم، لان انيس لعب مع سعد بكير، لعب مع يوسف الجلالي، هو عاوز سرعات. السرعات دي موجوده عند انيس، موجوده عند سعد، موجوده عند يوسف الجلالي، لما ينزل هيثم هيريحنا كتير تاني، وهيريح محمد هاني، وممكن الى حد ما يكون نقطه ايجابيه لوليد سليمان. طيب انا كل ما يشغل بالي هو عمليه التسجيل من خارج الخط 18. صحيح. اي فرصه نوصل لها هناك لازم نكون على المهاجم الشريفيه او على رامي الجريد، انا اعتقد انه هيلعب في المهاجم الشريفيه. النقطه الثانيه الضربات الثابته، الترجي سيء جدا في الضربات الثابته، اي ضربه ثابته بالنسبه للنادي الاهلي سواء على خط 18 او من الركنيه لازم يكون لها دور كبير جدا لكولوبالي يستعيد النقطه ديت، لان هم في عمليه التمركز وعمليه الرقابه اللي في ال 18 سيئين. النقطه الاصعب ان النادي الترجي فقط كتير جدا جدا في عمليه التحضير من التحت، كان عنده لعيبه مهره، خليل شمام فقط كمان في الجزء الايسر السرعه اللي موجوده لما لعب بمحمد او حسين الربيع، وبالتالي القلب عندهم مشكله فيه، ممكن تكون لصلاح محسن او مروان محسن على حسب، او وليد سليمان، عدم اعطاء وليد سليمان يعني تقايد معاه بمكان لازم يلعب ورا البين ولا لعيبه الارتكاز اذا كان كلوبالي او خلال الشعلاني، لازم يشتغل على كده. اهم نقطه واخطر نقطه هي طرفين الملعب وخصوصا سامح الدربالي، كثير الهجوم ولكن في العوده الساء قليل جدا، ايمن اشرف واسلام محارب او ميدو جابر لازم يكون لهم دور كبير جدا، بلوك معمول على سامح مع انيس البدري، بس السرعه في نقل الهجمه لازم تكون مهمه جدا. النقطه اللي انا قلقان منها هي خساره وليد ازارو، وللاسف دي خساره مهمه جدا، وليد ازارو دي من المباريات اللي هيلعب عليها وكان كل صحيح جدا، ولكن اثق لان سرعاته عاليه. صحيح، وهتبقى في مساحات مع بطء كمان، يعني في مساحات مع بطء، وانت تلاحظ وليد ازارو في ناس كتير جدا بتتخذ وليد ازارو من اسرع اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر هجوميا. صحيح. مرعب لحراس المرمى وقلبين الدفاع وراجل رزل في بلغه كره القدم، وبالتالي معمول حسابه، عشان كده محتاج لعيب بنفس الخصائص وبنفس الامكانيات يلعب على قلبين الدفاع عشان يشغل الاربعه اللي تحت، لازم نلعب على سامح ونلعب على حسين الربيع، لازم نشتغل على طرفي الملعب، نستغل عمليه التسديد، اتمنى من عمرو السوليه التسديد، وليد سليمان التسديد، اسلام محارب، ولكن الدقه في التسديد في الثلث الاخير. طيب يمكن حسين الربيع فرصه لعبه هتبقى صعبه شويه مع عوده ايمن بن محمد، يعني مع عوده ايمن محمد ممكن تبقى صعب شويه. اتفضل. حسين
حسين الربيع اساسا باك ليفت، اساسا كان بيلعب باك ليفت. صحيح. محمد اللي جابه خالد بن يحيى. حسين الربيع كان بيلعب اساسي موجود عندهم. فكرك بس بقبل مباركي. هابل مبارك لعيب هايل، بس عنده رباط صليبي، بس لعيب هايل جدا جدا، يعني نوعية لعيبة أشبه بالأوروبيين، بيعمل العمق الهجومي رائع جدا، ممتاز جدا يعني بصراحة. بس لو تفتكر في الإصابة اللي حصلت له، افتكر في مبارياته مع النادي الأهلي كان عنده مشكلة في الشق الدفاعي. صحيح. مشكلة المنتخب التونسي كمان. صحيح، لأن قريب قريب قوي من حمدي النجاز على فكرة، يعني قريب جدا من حمدي النجاز. بالظبط. هو مساعد جدا جدا في الشق الهجومي، إنما سامح الدربالي لعيب تقيل ضوي بيزيد في الناحيه الهجوميه، وانا شايف ان هي ثغره كبيره جدا اذا ما استغلهاش النادي الاهلي في الربع ساعه والثلث ساعه الاولى، يعني هتبقى حاله ايجابيه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي، ان لعبوا علينا اللي سامح مفرد في الشق الهجومي ولكن العوده عنده سهل. انا اتمنى طبعا اختيار التشكيل، حسن اختيار التشكيل، وخصوصا في الجزء اللي قدام. صحيح. اللعيبه اللي تحت معروفين بالحرف، لعيبه الارتكاز معروفين، وليد سليمان ملوش اي بديل، ربنا وفقه من افضل اللاعبين الموجودين في مصر، وباذن الله ياخد الجنسيه المصريه. عايزك منتخب يعني. ياخدها باذن الله. وبالتالي انا افكر في الجزء الاخير، في الثلث الاخير، مين اللي هيكون مكان وليد؟ صلاح محسن ام مروان محسن؟ مروان محسن لعيب محطه، لعيب ممكن يكون تقيل بدنيا، يلعب يتعب قلبين الدفاع، انما انا عاوز لعيب سريع. انا وجهه نظري شايف ان صلاح محسن ممكن يكون قريب جدا يلعب ما بين قلبين الدفاع، يدي مساحه كويسه جدا لوليد واسلام، وهي لعيب على الطرف احمد حمودي كمان. كويس، بس تعرف حسابات المدربين في بعض الاوقات يقول لك ايه مثلا، ايه يعني ممكن احتاج عنصر السرعه ده في النص ساعه الاخيره، ممكن ال 35 دقيقه الاخيره الشوط الثاني ممكن، عشان كده غياب وليد ازارو. ماشي معاك في السكه دي. وليد ازارو لو كان موجود مع عنصر السرعه على الدكه اللي هو صلاح سليم صلاح محسن، كان بالنسبه لك الدنيا هتبقى كويسه جدا، لكن من البدايه مع الغيابات مع اسف مع البطء اللي حضرتك بتشير ليه، وخصوصا في قلبي دفاع نادي الترجي التونسي، مع المساحات اللي هي متاكد انها تكون موجوده، اندفاع الترجي وخط وسطه مع خط هجومه مع وقفه متقدمه لخط دفاعه، اعتقد ان هيبقى في مساحات، فلو في عنصر سرعه هترهقهم جدا وهتخلي الحال عندك، بدل ما يبقى دفاع على طول، لا ده كمان انت بتبغتهم وبتوصل عندهم بشكل مرعب جدا، وممكن تسجل فتريح نفسك خالص يعني. ده اللي انا بلعب عليه ونفسي نلعب عليه، نلعب على جزئيه السرعه وعنصر السرعه. مروان محسن ممكن يكون بديل جيد جدا في الشوط الثاني، طالما محسن ما عندوش الخبرات، ممكن حتى مباراه نهائيه وضغط جمهور النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي مستهلك. انا اضم صوت لصوتك بصراحه، انا اضم صوت لصوتك، انما في النهايه لعيب سريع ممكن يكون له دور في يتعب كتير او مفاجاه بالنسبه للمنتخب لفرقه الترجي التونسي. انا بس عاوز اوصل جزئيه، اتمنى ما نديش ايحاء لفرقه الترجي ولا معين الشعبان ولا الجمهور التونسي ان الاهلي جاء الى تونس للدفاع. لا صحيح. الاهلي لم في تاريخه لما يلعب على الدفاع، الاهلي في تاريخه بيفرض اسلوبه على اي نادي في الوطن العربي وفي مصر، وبالتالي العب بطريقتك باسلوبك بفرض اسلوبك، لان الاهلي كبير جدا والترجويين والناس اللي في تونس يعلموا جيدا ان الاهلي حتى في غياب عناصر مهمه زي جونور اجاييب وعلي معلول عنده اللعيبه اللي تخلص بالشكل. انا برضو اختاره كبيره جدا بالنسبه لنا احنا في النادي الاهلي هو هشام محمد. صحيح. كنت ممكن تستعين بيه ثلاثه في نص الملعب طبعاً. لكن اللي طبعاً. اللي موجود يسد ان شاء الله كابتن خالد. كابتن خالد التوفيق يا رب يا حبيبي، انا لا تقل التوفيق، وباذن الله التاسعه باذن الله كل جمهور مصر يكون مع النادي الاهلي، ودي حاله ايجابيه في الثلاث اربع ايام الاخيره. صحيح. شفتها على تويتر عندي من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، اتمنى ان احنا كاعلام نستثمرها. النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، مهما كانت الاحداث فهو شرف لاي مصري يتواجد في الخارج ان يرى النادي الاهلي في مباراه نهائيه او الزمالك او غيره. مظبوط. كابتن خالد بيوم المحلل الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت مشرفنا طبعا على قناه الاهلي وملعب الاهلي.